شن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له هجوماً على بلدة عين عيسى التي تقع شمال الرقة على الطريق M4، وتلقى رداً من قبل قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي الأسايش. أعلن الحساب الرسمي لبرنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء عن مكافأة تصل قيمتها إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات عن هيثم علي طبطبائي القيادي بحزب الله وتفضيل اعتقاله. وأضاف البرنامج أن هيثم علي طبطبائي هو زعيم عسكري رئيسي في حزب الله، قاد القوات الخاصة للميليشيا في سوريا واليمن.